شحال من حاجه تمنيناها من قلوبنا ربي ما عطاهاش لينا، شحال من لحظه في حياتنا كان كل شيء فيها غامض ومجهول، وكان املو بلي انه غادي كل حاجه تعاود تبنى من جديد، ولكن كتسالي. ولكن وسط هذا الشيء كله كاين واحد السر اللي هو عظيم، واحد المقوله قويه اللي كتقول ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. وهادشي بالضبط يا سداكره هو اللي غادي تشوفوا معنا في قصه يسرى الليله، اللي نهايتها كنوعدكم انها ايجابيه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتوا جديد على القناه نقول لك مرحبا بكم، واذا كنتم من اهل الدار كيف العاده الدار داركم المؤنسه ديالكم دائما معكم في اي بلاصه كنتوا فيها، في كوزينتكم، في البالكون ديالكم، في طوموبيلتكم، في الصالون جالسين مجبدين، اولا في المحلات ديالكم ديال الخياطه، اولا ديال شي خدمه كديروها. انا هنا باش نونسكم، ولكن اكثر من هذا باش نعطيكم العبر من الحكايه اللي تنشارك معكم ديال الناس. فما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، وانكم تشاركوا هذه القناه مع الناس اللي كتبغيوهم، لا من اللي من القريب ولا اللي من البعيد، باش كلشي يستفد وما بقاوش نطيحوا في نفس الاخطاء. ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا يسرى كبرت وسط عائله اللي هي بسيطه بزاف، ولكن الحمد لله عشت مزيان مع والديا، ما خصني حتى شي خير، واخا دراوش وما عندناش، ولكن الحمد لله عندي زوج نتاع خوتي. انا كنت واحد البنت اللي هي طموحه وكتحب حياتها وكتقرا مزيان، دوزت طفولتي وحياتي كاملها مع والديا مزيانه حتى غادي نشد الباك ديالي، وكنت ناويه انني نكمل قرايتي، لكن من بعد جا واحد السيد انه يخطبني. صراحه فكرت مزيان وقلت من الاحسن انني نتزوج به، حيتاش والديا على قد الحال، وانا كنت باغا نقرا وغادي نزيدهم بالمصروف ديالي وبالمسؤوليه ديالي، اللهم نتزوج وديك الساعه نشوف شنو ندير. غادي نتخطب في شهر 8، في شهر 11 غادي ندير العقد، وشهر 12 غادي نديروا العرس. من بعد غادي نمشي عند راجلي اللي ما تنعرف عليه حتى شي حاجه، واخا من العائله وما كانش اصلا كيدوي معايا في فتره الخطوبه. تزوجنا ومشيت عنده للدار ديالو، وهنا غادي نكتشف بلي انه هاد السيده ولا هاد الشاب تيكمي وتيدير المخدرات والحشيش، وما تيعمرش اصلا الدار وما تيجلسش معايا وما مهتمش بيا وما تيهضر معايا ما والو. منين تزوجنا انا في بيت وهو في بيت، وكيجيب عنده صحابه وكيبقاو قصارين في البيت حدايا، هما في بيت وانا في بيت. مو نسيت ما قلت لكم بلي انها ساكنه معانا، لا هي ولا باه، وديما خاصني نفيق بكري ونوجد معاها الشغل نتاع الدار، وخاصها تسيطر عليا وما تخليناش فرحانين، واذا شفت انه مثلا شي نهار سخن عليه الراس وبغى يخرجني شي مره في شحال كتنكدها علينا. انا ما كنقولش ليه علاش ما كتهتمش بيا ولا علاش ما كتعاملنيش كزوجه ولا شي حاجه، لانه هاد الامور راكم عارفين ما كيطلبوش، كيخصهم يجيو من قلبك. انا ديما كنت كناكل بوحدي في دارهم، اولا كناكل مع امو بعض المرات، حتى العيد ما كانش كيعيد معانا، يا اما ناعس يا اما خارج، ما تيعبرنيش بحال ما مزوجش. خصكم تعرفوا بلي انه هاد السيد هو الابن الوحيد عند والديه، كبر غير بالفشوش، وباه ميسور ماديا وما ناقصو حتى شي خير، ولدو بلا ما يخدم ولا يضرب تماره، باه هو اللي تيعطيه وكيجيبها ليه واجده حتى لفمو، ما تيعرف حق الزمان ولا مسؤوليه ولا حتى الزواج، كبر في الخير اللي بغاها تلقاها. دوزنا 6 شهور وحنا مزوجين، ومات الاب ديالو، وبدا كيبان ليا بلي انه السيد تبدل اكثر ورجع لواحد الحاله اللي كانت في شكل، مابقاش اصلا تيدخل الدار في الوعي ديالو، والارث اللي خلى ليه باه واللي كان بزاف كل مره كان تيبيع منه شويه، باع الاراضي، باع طوموبيلات حيتاش باه كان عنده شركه تاع النقل، كل مره كان تيبيع حاجه، والفلوس ديالهم ما تنديروا بهم حتى شي فايده، والو ما تنصرفوش منهم وما تنخرجوا بهم ما تنسافروا بهم، ديما الفلوس ما كاينينش فلانه. وانا كان عند بالي بلي انه تيقمر، حتى لواحد النهار كنكتشف بلي انه تيدير لادخوك. واجهته واش كديرها؟ قال لي لا، وخرج فيا عينيه، ولكن انا شفتها بعيني وسط حوايجو. فاش قلتها ليه وقلت له وجبتها ليه وريتها ليه وهادي، قال لي لا هادي راه ديال صاحبي ماشي ديالي انا. من ديك النهار اكتشف بلي انه كيدير هاد لادخوك. الفلوس اللي كيجيب ما كيبقاوش، وكيسرق حتى الفلوس لمو. دوزت من شهور على هاد الحال حتى ما بقى ما يبيع،
خلالينا غير الدار فين ساكنين وواحد الدار واحده اخرى باه كان كاتبها بسميت مو وشي اراضي مو اللي كانت كتحكم فيه وبعض الاراضي فواحد المنطقه اللي مو كانت تحكم فيهم. ملي سلم البيع وما بقى عنده حتى شي ريال بدا كيكذب علينا ويقول لينا راه عندي في البنك. حتى لواحد النهار فاش مشينا نشوفو في البنكه كنكتشفو بلي انه حتى شي درهم ما بقات، حتى سنتيم ما بقى في الدار ولا حتى في الجيب. بقينا على هذا الحال لمده سنه. هو فاش تقداو ليه فلوس ما بقاش يخدم ولا اصلا ولا كيخرج من الدار. مشى عند طبيب واحد الشهر اللي من بعدها بقى محبوس في الدار وتيقول الا ما كاينينش الفلوس انا ما غاديش نخرج لانه داكشي كيطلب الثمن وهو ما بقاوش عنده. اما انا وامو ما كاينش اللي يخدم علينا ولا حتى اللي مسؤول علينا. كاع الاراضي اللي بقاو امو كتبيع منهم وكتصرف على راسها وحنا ما كتعطينا ولا سنتيم. انا خرجت حاولت انني نخدم ولكن كنجيبها كلها غير في المصروف اللي كتمشي فيه نتاع الدار ولا شي دواء. هو ولا كيضربني على ابسط حاجه قلتها ليه، غير قلت ليه سير عند الطبيب خصك تشوف حالتك خصك هادي تناكل هالكا ديال العصا. حتى النهار ديال العيد الناس كتعيط وتبارك فرحانه، انا كنت ناكل قتله ديال العصا كلشي مهرس والغوات والعصا وما كاينش الاحترام الله يخليكم. تيسبني وكيسب العائله ديالي وما تيخلينيش نخرج ولا نتلاقى بعائلتي ومحرومه اصلا باش انهم يجيو عندي لانه الام ديالو ما كتبغي الله يخليكم حتى شي حد يجي لعندها. واحد النهار جرات لي على اختي مع الوحده ديال الليل وهي باقا صغيره ومدينتنا الاصليه بعيده فين تنسكنوا والبلاصه فين ساكنين والديا بعيده على فين تنسكن معاه هو وعجوزتي. الام ديالو مسيطره بزاف وكلشي كتحكم فيه هي وما كتبغيش انا تشوفك فرحانه ولا يجي يزورك شي حد، خاصها غير راسها وصافي وما سوقهاش فيك ولا فشنو كتحسي ولا شنو خاطرك كيفاش داير ولا حتى شي حاجه. والدار كبيره وكنت فيها خدامه هو بلا فلوس، على الاقل كون كانت شي مانضه في الشهر غادي تحني راسك على وديتها. فوق من هادشي الكلمه الطيبه ما كنتش كنسمعها، انتي كتقضي ليها شغالاتها وهي كتعايرك وتسبك وكتسب ليك والديك حتى من الفسق نسبته ليا، علما انها هي اللي شافتني وعجبتها وخطبتني لولدها. كانت كتغير مني في ابسط الحوايج، اذا ولدها جاب اقل حاجه كانت كتوقف عليه، علاش جبتي ليها ودرتي ليها وانت كتفششها؟ ويا ريت كون كانت هاد الهضره صحيحه. هاد مو عندها مرض في العروق ديال دماغها، مره كطيح وشكون كتلقى بجنابها؟ كتلقاني انا اللي كنبدا كنبدل ليها ليكوش وكنقبلها بحال شي بيبي وهي هكاك في الفراش مريضه وما كتخليش ليا. فعوض ما تقول ليا الله يرضي عليك وشكرا كتقومي بيا وكتبدلي ليا وكتهتمي بيا، كتبقى كتخرج فيا العيب وكتلقى ليك ابسط سبه باش انها تعيرني بها وطيح مني بها وتخليني معصبه. وحرام واش تعطيها خطرها انها تخليني فرحانه ولا ناشطه. الوليدات ما عطاهمش ليا الله، واخا درت بزاف ديال المحاولات وتبعت مع اطباء كبار وشربت بزاف ديال الدوايات وما خليت ما درت باش يكونوا عندي هاد الوليدات حتى انا يونسوني. واخا باهم ما صالحش كنت نقول ربما اذا جاو حياتنا غادي تولي مزيان وهو يقدر يتبدل. بزاف ديال المرات كنسمع المعيار من عند امو، وانتي ما ولدتيش وانتي وانتي وانتي، وتيبقاو يحاسبوني علاش باقي لدابا ما قدرتيش تحملي، مع العلم انه هذا الامر ماشي بيديا وانا جميع المحاولات درتهم والطبيب قال لي ما عندك حتى شي مشكل. كان كيبقى فيا الحال وما كنتش عارفه علاش وما قدرتش نجيب الوليدات، ولكن مع الوقت فهمت بزاف ديال الامور. انا جاياكم الطريق تنقول لكم كانوا عندي الاولاد كيفاش غادي نتحمل المسؤوليه ديالهم وانا با على قد الحال ودارنا صغيره بزاف ما كنلقى حتى فين نعس وما عندناش الخصوصيه وعندنا غير صالون واحد تنعس فيه انا واختي وخويا اللي مراهق. يعني اذا عييت وبغيت نمشي لدارنا فين غادي ندي معايا هاد الوليدات؟ ولكن على الاقل واخا ضيق في دارنا كاين الاحترام حسن منهم، ما تيقدروكش وكرامتك ديما في الارض كتجرجر وديما العصا والسب والغوات والمشاكل على ابسط حاجه. وانا عندهم كنت كنحاول انني نخدم حيت كنت كندير الخياطه نتاع اليد وكيخصني حتى نهبط للمدينه فين كاينه او للحي فين انا كاينه اللي كان بعيد اللي فيه والديا باش نقدر نشد لي كوموند حيت تما فين كنعرف الخياطه اللي تيعطوني الخدمه. وكنطلع وكنمشي للدار عند راجلي في الزحام والطوبيس والحراره والثمن قليل وقوه التماره، كنسهر الليل كامل وانا تنخيط في الاخير تنشد فيها 50 درهم ديال المركوب ديال الصهير ديال حريق العيلين ولا ديال ظهري. كتمشي غير في الدار وهو تيقول لي فلوسك كتخبيهم عند والديك ولا راكي كديرهم في البنكه وما كتعطيني والو وانت غير مسمومه. وانا اصلا ما عندي ما نعطيه اي درهم، تنقور
وكنشدها في يدي كنصرفها بها على الدار. تخيلوا تنكون ناعسه في بيتي بالليل حتى كيجلس قدامي بالعاني وكيبدا كيبخ عليا داك الكارو ويكميه، وانا كنبات وسط داك الدخان وكنضطر انني نشم ديك الريحه ديال الكارو وديال الحشيش، وكنلقى الزربيه كلها محروقه والحوايج حتى هما، وكنعيا ما نشطب ونجمع، وهو مع ما عنده لا خدمه لا والو تيقيل عزكم الله تيكمي ويقد في الجوانات ديالو وفي الحشيش ديالو. الدار ولات بحال شي قهوه واللي ما غادي تدوز لك فيها حتى الصلاه، واخا نعيا ما نجمع ونقيل نهيه ونقول لي ما ديرش هكا ولا هكا، ولكن اللي فراسو فراسو. وحتى العائله ما بقاوش كيبغيو يجيو عندي حيتاش عارفين بلي انه هو ما كيبغيش وما تيعجبوش الحال، وكيعجبو انه غير يبقى بوحدو في الدار ويدير الموبقات اللي بغى. حتى الام ديالو هكاك ما كتبغي حد، وانا ديما بوحدي في ديك الدار، لا صحاب لا حباب لا حتى شي حاجه، والاعياد حتى هما بوحدي، ورمضان كنفطر غير انا وامو. هو واحد الوقيته ولا تيقول لينا لا انا راه غادي نموت، قالت ليه امو ديك ولا نجيبو لك الطبيب اللي بغيتي. قلنا ربما راه عنده شي وسواس ولا شي مرض نفسي، ولكن غادي نكتشف بلي انه لما تنكون معاه تيبدا كيمثل ويدير راسو مريض ويدير شي حركات اللي ما كيدخلش للدماغ، حركات اللي هما غير طبيعيين. ولكن نهار تيكون شي حد من جيرانهم اولا من عائلتهم تقولي هذا هو الراجل. انا تنبقى تنقول ونسول علاش هذا السيد كيمرض غير فاش تيكون حدايا، حتى كنكتشف بلي انه هادشي تيديرو غير كيف شي تمثيليه ولا مسرحيه، وهو راه ما كاين والو وما فيه والو، غير خصو ما يبينش ليا بلي انه صحيح باش ما نقولش ليه سير فلان تخدم ولا تدبر على راسك. حيت شحال قد نبقى مقاتله على قبل 50 درهم، ما حيلتي لدارهم ما حيلتي المو ولا ليه، اني نقابلو نلبسو نغسل ليه نلبس ليه تقاشرو نمشط ليه نحلق ليه، حيت اذا ما حلقتش ليه انا ما تيبغيش يمشي عند الحلاق. تندير جميع الاعمال مع بزاف ديال الضغوطات وما لقاش اللي يحس بيا، اولا يقول هاد السيده مسكينه كضرب معنا تماره اللي ماشي اصلا خصها ديرها، اولا نتهلاو فيها اولا نعطوها غير ابتسامه. ديما عايشه في واحد الجو اللي هو سلبي لدرجه انني دوزت معاهم 3 سنين ما كيدوزش شي نهار بلا غوات ولا عصا. هاد رمضان اللي داز كان كيقول لي بلي انه مريض وما كيقدرش يتمشى ولا ينوض، حتى كنوجد الفطور وكنمشي كنفيقو زعما ما قادرش انه يمشي وخاصني نشد فيه، وبالعاني تيبدا يقول لي انا غادي نطيح وهو ما فيه حتى شي حاجه غير كيتفشش عليا، وخاصني نفطرو انا اللي صايمه وكنقيل في الشغلات نتاع الدار وعاد نخرج نتقدى في البعد والحراره، والنهار طويل حيتاش كنفيق بكري. وفاش كنجي كنفطر كيقول لي لا فطريني انا الاول عاد فطرينتيا، كنفطر وهو تيعاير فيا ويسبني، وبعد المرات كيتجرأ عليا انه يضربني وسط الطبله وقدامه، وهي كتقول لي وانت يا يسرى اللي كتعصبيه وهو راه ما تيدير والو. والديا ما كنقدرش صراحه انني نعاود لهم شي حاجه، تنقول نصبر ربما الحياه تقدم معنا شي نهار. ولكن مؤخرا سمعوا شنو وقع، هبط لفين ساكنه ولي فين ساكنين والديا حيت كاينه واحد الخياطه تما خاصني نرجع للناس داكشي ديالهم. فاش دويت ليه وقلت ليه انا راني ما نقدرش نجي اليوم حتى الغدا حيتاش ما عنديش فلوس، والام ديالو عاد بعت واحد الارض ديال ولدها اما حقها هي كانت سالاتو فما عطاتني لا درهم لا والو من الحق نتاع ولدها. هو اذا ما عطاتوش كاين عذر باش انه ما يمشيش يدير بهم الموبقات، ولكن انا كتعرفني مزيان انني مقاتله مع الوقت فما عطاتني حتى فلوس المركوب 10 درهم هي تاليه. انا كانت عندي 10 درهم باش مشيت بها لدارنا وباش نرجع ما عنديش، وما نقدرش نقول لبا ولا امي شي حاجه حيتاش غادي يقولوا لي شنو هاد الحياه، علاش صابره ولاش كتعذبي اصلا راسك مع هاد الناس اللي ما كيستاهلوش. المهم ديك الساعه فاش قلت ليه بلي انا راني ما جايش اليوم قال لي بلا ما تجي غير بقاي اصلا ما عندنا ما نديرو بيك، وحوايجك غادي نجمعهم لك ونصيفطهم لك. ياك سيدي هادشي يستاهل منك هادشي باش جاوبتو. مو بديت كنسمعها كتعاير وعطيها اتساع وغير كتفلى عليك، قطعت بقيت مصدومه. وليدي بقاو كيسولوني شنو كاين حيت شافوا وجهي مخطوف، عاد عاودت لهم شنو كاين وشرحت لهم كيفاش تنعيش من طقطق السلام عليكم وكيفاش عايشه وما خلاونيش نستمر في هاد العلاقه، والديا ما خلاونيش نستمر في هاد العلاقه، وقالوا لي بلي هما اصلا كيتسموا بلي انهم جراو عليك. هو صون عليا قال لي جيبي لي السوات نتاع الدار. دازت 3 ايام 4 ايام اسبوع ما سول ما والو، ماما وخالتي مشاو عند مو عطاوها السوات وجمعوا لي حوايجي وهبطوا، وبدات تقول لهم العجوزه بلي انا اللي كنت كنهرس المواعين وداكشي وما كنتش نحترمهم وكنعصب ولدها وكندير فيه الضد باش هو يتعصب وكنخرج بلا ما نتشاور معاهم مع بزاف ديال الكذوب. المهم
فاش انا جيت لدارنا كنكتشف بلي انا والسيد تيخرج وكيمشي للحلاق وعايش حياه اللي هي جد طبيعيه، عكس داكشي اللي كان معايا فيه تيمثل باش انه ما نزيروش يخدم. انا اليوم ولله الحمد طلقت منه وتخطيت ديك المرحله ورجعت للحياه ديالي العاديه وكأن شيئا لم يكن. حتى وحده ما تزوجوا وهي صغيره وهي ما عارفاش مع من. خذوا وقتكم الكافي باش انكم تعرفوا مع من غادي تبنيوا هذا المشروع، وما تفرطوش في القرايه ديالكم لانه هي المفتاح ديال الحياه. دبلوماتك في يديك غادي يوصلوك اللي بغيتي، وحتى شي حد ما يقدر يحقرك ولا يقلل منك. انا اليوم فرحانه لانه ولله الحمد كنقدر نعس والدي راضين عليا ومتفائلين بيا، وباقي عندي طموح انني ندير شي مشروع ان شاء الله. ما بقيتش جالسه في الدار، مشيت درت واحد ستاج في واحد الفارماسي وخدمت وليت هز راسي وحتى العائله ديالي. الحياه هي ناس ما كتوقفش عند واحد الانسان، كل شيء فات. واكبر نعمه هي اللي نعم بها مولانا عليا انه ما ربطنيش بداك السيد، انه ما عطانيش معاه الوليدات. صحيح انا وسط ديك المحنه تخبطت وطلبت وبكيت وبغيت وليدات، ورحمه كبيره حتى ربي حرمني بهذوك الوليدات معاه. هو صراحه ماشي حرمان ولكن عطاء. كنتمنى انه اي وحده دازت من شنو دست ما تفقدش الامل في ربي وفي الحياه لانه كتستمر، وابدا ما كتوقفش على انسان لانه غادي يتعوض من بعد. كيخص غير شويه ديال الصبر والتفاؤل، ونتهلاو في ريوسنا، نثقوا في ريوسنا، ونعاود نوقفوا على رجلينا. هذه كانت حكايتي، هذه هي كانت حكايه يسرى يا ساده الكرام. اللي غادي نقول في هذه الحكايه انه من اعلى درجات الجهاد هي جهاد الحزن، جهاد الخذلان، جهاد التخلي رغم التعلق، جهاد التمسك بالنقاء ديالك والطيبوبه ديالك والمعدن ديالك الاصيل رغم قبح وتلون الوجوه، جهادك في واحد المعركه مع الحياه، جهادك ضد الياس والنجاه من الاستسلام، جهادك في الاستمرار بمعنى انك تستمر مهما تعثرتي، جهادك في انك تبتسم رغم انكسارك وانك ترضى بالمكتوب اللي نزل عليك مولانا وما تفقدش حبك للحياه، جهادك في انك كل ما تعثرتي زاد الايمان ديالك ويقينك بمولانا. هذه الحكايه ايجابيه النهايه ديالها. كون كانوا عندها وليدات كانت غادي يكون عندها واحد المنحه واحد اخر، وهذا هو اللي كنصبر عليه وليداتي وغنزيد في ثمره الى ما اخره بحال بزاف ديال القصص. لكن هذه الانسانه الحمد لله ان ربي جاب لها هذا السبب باش انها هزت راسها. كانت نهايه جميله، قصه ايجابيه، كنتمنى لكم تستافدوا منها. دمتم في رعايه الله وحده، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.